واقف 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 مكانك تسمعوني؟ بص ولد ولد بكرة. واقف مكانك تسمعني؟ سلامات. نسمعك. واقف اسمعني اسمعني. ها وش تبي؟ شو اللي قاعد يصير؟ أنت من أنت؟ ما لك علاقة أنا مين؟ شو اللي قاعد يصير هنا؟ كيف تمد يدك عليه؟ ليه أكثرها ليه؟ صوت. صبر يا الربع صبر. صوت. شنو صبر يا شنو صبر؟ تمد يدك عليه ليش؟ صفتك من؟ الهمجية ذي بنعلم منها الله يرحم والديك. هذه همجية. صوت. اسمع. واحد يتكلم ما فيكم واحد يتكلم. لا بتكلم أنا. خلاص واحد يتكلم كلامي واضح. لا تبغى تردد. هذه همجية. خلنا اسمع شنو؟ اسمع رجال. هذه همجية. واضح ما بغاك تطلع تقاطع اسمع الكلام. هذه همجية. ما كلمتك. همجية. همجية. لا تحاول تصدر. هذه همجية. همجية. لا تحاول تصدر المشهد. همجية. لا لا ما مصدر. أنت تصدر المشهد إيش قال؟ خصم بيرجع عليك خصم. ارجع. خلي ارجع. طيب صوت شنو؟ انت تعرف انك تصدر المشهد. صدر المشهد بطل. على اي اساس؟ بطل. على اي اساس؟ انا اتكلم انا مع صاحب الشهر صوت ما ابغى اسمع صوت. يا ابو ابراهيم خلنا نتفاهم مع الرجل. خلنا نتفاهم ولا دخلك. صوت. على اي اساس يكسر الصوره؟ خلاص الحين نبدا نتكلم. على اي اساس؟ نبدا نتكلم الان في احد بيتكلم غير شنو؟ اول شيء في احد يبغى يتصدر المشهد؟ يا سيف صوت. يا ولد فيد لي صوته ذا برضه يبغى يتصدر المشهد. فيد لي صوته. فيد لي صوت كل المتسابقين فيد لي اصواتهم. ابطال ما شاء الله يلا سولف لحالك الحين. امنعك عن الجمهور ما خليهم يسمعون صوتك. ممتاز اذا خلصتوا بلغوني بس. يا ولد وش السبب؟ ولا وش اللي خليه يكسر الصوره؟ يعني بيتكلم؟ انا اتكلم معك. طيب خلاص اجيك الحين. على اي اساس يكسر الصوره؟ اجيك الحين. شباب اللي دخلوا وكسروا اللوحه احسنتم يعطيكم العافيه خلاص تقدرون تعدلوا على اي اساس يعطيكم العافيه الان اتكلم مع سالم الان اتكلم مع سالم الان اتكلم مع سالم خلك حذر في تصرفاتك بس وكلامك تمام طيب صح خلاص يعطيك العافيه سالم 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 رد سالم سالم مرحبا ما وش تكلم يا سالم تكلم يا اخوي لك زعد بربر تكلم عن سؤال دقيقه محمد معلش انا بس بقول الامر ويتنفذ مباشره بمعنى انت تطلع باي صوره لك ولغيرك ممنوع في الساحه في المكان ده تطلع باي صوره لا عندهم خبر عندهم خبر مدير الاعداد عنده خبر والاعداد عنده خبر خلني من مدير الاعداد انا اكلمك انا انت من انت انت من انت من انت بتعرفني قريب بتعرفني ما عليك بتعرفني خلاص صدرت المشهد صح عليك ثنين تصاميم نازلت لك الحين صح عليك شنو بطل استمر حبيبي فيدني صوت شنو بالله فيدني صوتهم كلهم يا سلام ايوه سلام عليك ايه ابغاك كذا قدام الجمهور جمهور ما يسمعك الحين انا قاعد اتكلم الان ايه شكلك كذا ممتاز عاد انا مستعد اعطيك ساعه الان تقعد كذا بدون صوت عادي عادي ممتاز صاحب الشان الان ما تكلم بتسوون فزيعه ممتاز صوتي واضح الان يا سالم تسمعني ابغى اسمعك لحالك على اي اساس تكسر الصوره اول شيء الان بسمعك لحالك انا اللي اتكلم وابين لك وجهه النظر واتكلم بالقوانين اللي انا اشوفها لصالحي انا الحالي تمام صورة لأي متسابق ما صبر الرب صورة لأي متسابق بالتوفيق كلامي واضح أي صورة ثانية تطلع على كسرها توفيق السلام عليكم صل على النبي صل على النبي والله لا هي بالأولة ولا هي بالثانية ولا هي بالأخيرة أنا متأكد من الشيء هذا كل مرة أطلب فيها فعالية ترد كل مرة أقدم فيها فعالية ما تنفذ سويت الفعالية هذه وعلى طيب وعلى عز وعلى معزة وكلكم تشهدون جايب صورتي لو اسمي واسم شايبي يموب عليها ما همتني لكن يرسل اثنين ما أدري من هم يكسرونها وثاني شيء يزعل إذا تكلمنا عليها ما مدينا يدينا أنا بعطيكم حاجة أنا أعلن انسحابي من ذلك والله ما كمل والله ما كمل سالم سالم
خلاص خل الرجال يجلس وهدي. تعود من الشيطان. تعود من الشيطان. تعود من الشيطان. سكر سكر. خلوه. سالم. سالم. تعود. سالم. تقدرني. تقدرني. تقدر أخوياك. تقدر. هو اسمع منا. اسمع منا. اسمع. سالم. سالم. دقيقة يا رجال. اسمعني. أخوياك أول شيء احتموا معك. ولا تودع. والله. دقيقة. والله. اسمعني. انت صاحي. هذا جاي عند رجيلك. اذا انت تقدر اياه. اسمعني. عزيز. عزيز. اخوانك. عزيز. ما تحطها. اسمعني. اسمع مني. اسمع مني. ركز معي. الكلام عني قبل. خلاص. الكلام منتي. والله. اسمعني. والله ما تحرك. والله ما شيء. والله. والله ما شيء. خلاص اسمعني. ندخل داخل. ركز معي. خلاص. اسمعني. نكمل يا مسلم. تعود من الشيطان. والله ما كمل. والله ما كمل. يعني حالك ما قدر انت بس ما قدر والله ما اخوان تتركنا تتركنا يا رجال خل سالم دقيقه كل شيء له حل والله ما كان دقيقه على اللي تفعل طيب وشو الحل المكان اللي انت به انت ناقش فيه بس لا تقول لي لا تقول شيء قدام الناس والجمهور خلاص ما في شيء ما في شيء ابعدوا عنه صحيح ماذا؟ لا 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 أبو إبراهيم أنت يا رجال أنت مبرد وتحلق صورة أبو ثقل شوف هذا الجدار ما حد كسرها خذ الصورة ودخلها داخل انت قبل لكن تضربها بالأرض فيها اسمه واسم أبوه وصورته لا هذا عيب أطلق واحد سواها عيب عيب عليك اللي سويته مرسله عمال لا ناقة ولا جمل هاي سكفة أنا طالب كسب اقسم بالله ما تسويها ورب البيت قرره لحظه استرسل. غضب لحظه غضب يا رجال اصلا يا رجال اصلا خل واحد يرتاح شوي ما عليك ما عليك اسمع